أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أشارت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها هذا الأسبوع إلى وجود تنسيق مع الجهات الحكومية حول متابعة الحالة الصحية في المؤسسات الإصلاحية. نعم، في غضون ذلك كشفت مصادر برلمانية عن وجود توافق نيابي حول عدد من الأولويات التي سيتضمنها جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة للمجلس. خلال اجتماعهما هذا الأسبوع في مجلس الأمة، أكدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على وجود تعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية حول متابعة الحالة الصحية في المؤسسات الإصلاحية. اجتمعت لجنة حقوق الإنسان حول موضوع السجون مع وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير والوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية، وكذلك بحضور وكيل وزارة الصحة، وذلك لسفر الوزير. وكان هذا الاجتماع حول الحالة الصحية ابتداء للسجون، وتداولنا في هذا الموضوع، وبإذن الله عز وجل ستكون زيارة للسجن يوم الاثنين القادم، وتكليف وزارة الصحة بوضع خطتها، وتكليف وزارة الداخلية بوضع خطتها كذلك. وحول الاستعدادات للجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة، تم التوافق على العديد من الأولويات التي سوف تدرج على جدول أعمال الجلسة. حرصنا على أن تكون مواضيع اللي نخلص الموافقات من اللجنة ومن الحكومة. اللجنة المعنية موافقة والحكومة موافقة، نخليهم في البداية. استلمنا 7 مشروعات بقوانين، بعثنا فيها لكل لجنة على حدة بأن تكون هذه أولوية، ولكن هم تعرفون كل المشاريع تأتي في اللجنة، مشاريع الحكومة تذهب دايركت إلى اللجنة المعنية، ما هي مثل الاقتراحات بقوانين تذهب اللجنة التشريعية. الحكومة غطت جميع المناحي تقريبا في المشاريع، على الأقل في العناوين اللي قريناها. الآن ننظر إلى جودة المشروع من خلال لجنة المعنية ونشوف التقارير النهائية كيف تطلع. هذا وسوف تعقد بعض اللجان البرلمانية اجتماعاتها العادية للانتهاء من ما هو مدرج على جدول أعمالها من تقارير سوف تكون محل المناقشة والتصويت عليها في جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء المقبل. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.